وإن شاء الله يبقى ريسكيدجول مرة تانية قريب جدا. نقفل بقى الكاميرا عشان نعرف نتكلم. أنا زي ما قلت لكم مش هقدر أبو أوكي دينا. النهاردة هتكلم على الموضوع، يعني ما كانتش بلان خالص إن أنا أتكلم فيه، بس يعني مش هأخفيكم سرا إن هو كانت أكتر حاجة جاهزة on this very short notice. فيعني I hope you find it interesting. هو على functional GIT disorders في infants and toddlers، بس مش بتكلم عليها بالطريقة اللي احنا عارفينها. أنا بتكلم على how we can advance أو optimize the management of some of the functional GIT disorders that we commonly see in infants and toddlers. فهتلاقوا الconcept شوية مختلف أو الapproach للfunctional GIT disorders شوية مختلف. طبعا الديسكلوجر اللي بحب أحطه في كل مرة عشان ما انساش أكتب الرفرنس يعني بتاع أي image أو أي حاجة بستخدمها، بس يعني I'll try بعد كده دايما يبقى الرفرنس موجود. Okay, this is the outline for today. بتكلم على functional GIT disorders and infants, a very quick overview and يعني highlighting the burden of the problem, why is early diagnosis important for the outcome, and then I will try to introduce about infants smart. They are easy, smart, and cost effective. الحقيقة اللي بحب احطها بحس ان دي ممكن تلخص كل مشاكل الجي اي. يعني أنا معلش سويني أز هو عندي comment إن in my internet connection is not stable فأي هو does not affect you. يعني لو في مشكلة please let me know على الشات بوكس علشان يعني ما عودش أكلم نفسي كتير. Okay. The GIT problems in general هي it's either organic or functional يعني منطقي. وزي ما متقالي أنا دايما مش عارفة قلت لكم ولا قلت مين أو دايما بقول إن the functional GIT إن the organic GIT disorders أنا نسيت أسجل كده يا دينا ما تقوليليش انت اللي دايما بتقوليلي كنت لسه بدور على الشات عشان ابعت لحضرتك خلاص اهو I started recording in progress الأولانية بس I would say إن أنا this night I'm talking about how to optimize the management of functional GIT disorders in infants and toddlers, a different approach to functional GI disorders which is very important أو it has a very strong implications على ال day to day management في حياتنا وفي عيادتنا. GIT disorders is either organic or functional. احنا دايما بنريفير للفانكشنال ان هي الامراض اللي ما فيش فيها تيشو دامج، والاورجانيك هي المشاكل اللي فيها تيشو دامج. مع ان ده مش لازم يكون حقيقي، لان الفانكشنال GIT disorders يمكن الوصف الصحي ليها انها ما فيش فيها تيشو دامج that we can quantify. يعني ايه؟ يعني انا مش قادره امسك بايدي التيشو دامج اللي حاصل، لان ده مش معناه ان مفيش باثولوجي. لان بعد كده يعني كنت دايما بستغرب لما يقول الفانكشنال يقول ان هي مشاكل ما فيهاش باثولوجي، وبعدين بعد كده يقعد بالصفح يحكي لنا على الثيوريز اوف باثوجينز والديستربنس اوف ذا جات مايكروبيوتا برين اكسس والانتربشن اوف ذا جات بارير. طب ما هي في مشاكل اهي، هي بس مشاكل ذات وي كانوت ميجر، فعشان كده احنا بنقول عليها انها ما فيهاش تيشو دامج. اوكي طيب مين اكتر الفانكشنال، مين اكتر الفانكشنال ولا الاورجانيك جي اي تي ديس اوردرز؟ غالبا الفانكشنال. باي ذا واي دي كولكتيفلي سلايد بتورينا الاسباب الفانكشنال جي اي تي ديس اوردرز او البري ديسبوزينج فاكتورز للفانكشنال جي اي تي ديس اوردرز في الايرلي انفانسي. ممكن طبعا يبقى في جينيريك فاكتور، ممكن جدا، وفي اليمنت عالي اوف ميتوكوندريال انهيرتنس كمان فيها. ممكن يبقى انفايرمنتال اقصد بيها الاطفال اللي تعرضوا لستريسفل انفايرمنت بعد الولاده، الاطفال اللي دخلوا نيكيو طبعا وده ريليتد للديسبايوسيس اللي منوره تحت، اللي جالهم انفكشن سواء في النيونيتال بيريد او ايرلي ان لايف، سيرجري مثلا نيكروتايزنج انتيروكولايتس مال روتيشن دايفراجماتيك هيرنيا. كل دي من المشاكل اللي predispose وتخلي الطفل اللي تعرض للstressful early life event أثرت على الfunction بتاعة الGI among others. Life stressors في السن الصغير ده مش هقدر أdefine it قوي، although in life in early infancy is full of stresses. زي ما كنت بقول لكم إن الطفل بيتولد وهو عنده البلوبرينت بتاع how to function, لكن how he will develop and emerge out of it كل ده بيبقى entitled أو dictated حاجات مختلفة. Personality traits, yes.
social support. Disturbance of the physiology, دي بقى حاجات measured. لما النمل يتلم علي أنا بالليل بقى راح حضنا نعم طيب فجدنا عندي كبيرة في عضو بتاع الساعة بمرة طيب انا طبعا انا حاسه ان انا قطعت فجاه بس انا مش عارفه انتوا ممكن تقولوا لي انتوا ما بقيتوش معايا من امتى انا هقفل المايكروفون يا دكتور محمد بس انا كنت عايزه اعرف انا مش موجوده من اول امتى لو سمحت حضرتك كملي ان ميوت بس للناس كلها بعد الديس بايوز حاضر بس انا مش عارفه انا رحت فين لحظه واحده حالا وهبقى معاك لان هو عندي مشكله في لحظه واحده وفين انا اصلا انتوا مش سامعيني من امتى بعد الديس بايوزس يا دكتور يعني من حته قريبه طب الحمد لله طيب لحظه واحده I need to stop the share for a second و من اول personal trait ماشي اوكي انا بس عايزه اعمل على participants والله معلش اعذروني هعمل ميوت علشان بس نبقى مش disturbed اوكي وانا هبدا تاني على السلايد انا عملت ميوت اول اوكي احنا هنا في السلايد بتاعت متالي احنا كنا هنا صح في السلايد اللي بنتكلم فيها على السايكولوجيكال ستريسز او السايكوسوشيال ايفنتس اللي ممكن تكون ليها كونكشن انت اول مره تشوفني بالنضاره صح انا كده بالنضاره دي نضاره القرايه بتاعتي عشان انا بقيت فيري اولد اوكي هقفل الفيديو عشان ما تشوفنيش كده تاني المهم personality trait, coping or cognitive function, lack of social support. بتكلم بقى على major disturbance زي ال disturbed motility. كنت بقول على infant regurgitation إنه مثلاً في definite delay في gastric emptying حاصل. حاجة زي the functional dyspepsia, definitive difficulty في relaxation of the contents of the stomach, visceral hypersensitivity في كل الأولاد اللي عندهم functional GIT disorders, mucosal inflammation وده موجود وطبعاً at the heart of all causes is the dysbiosis أو disturbance of the gut flora اللي هي تبقى away من what we think is a good balance وتروح ناحية the bad balance. What we think is a good balance بنقول عليه دايماً eobiosis وأنا دايماً بغض النظر عن أسماء الفايلة والمش عارف إيه والفاميليز والكلام ده دايماً بقول إن كل ما أنا بيفيدوبكتيريوم ريتش كل في السن الصغير في الإنفنسي كل ما كنت بيفيدوبكتيريوم ريتش كل ما ده كان حاجة كويسة كل ما بعدت على البيفيدوبكتيريوم بالانس كل ما ده كان حاجة وحشة والحاجة كويسة أو الإيوبيوزز غالباً الريفرنس بتاعي فيها بيكون الأطفال المولودين normal vaginal delivery مولودين full term ما دخلوش حضانات رضعوا طبيعي هو ده اللي أنا دائما أو اللي إحنا متصورين إن this is the good balance of the bacterial of the gut microbiota طيب the prevalence كل ال studies اللي في الدنيا على اختلاف ال studies بتقول إن أهم ثلاث أمراض functional أو ثلاث مشاكل functional في the early life يعني في the infancy and toddler are the infant regurgitation, the infant colic, the functional constipation, وليهم نسب متفاوتة لكن هيفضل دايما on top of course is the infant regurgitation. هم على فكرة السبعة دول هم كل ال functional GIT disorders في infants وفي toddlers دول مش بترتبهم. ال functional في infants and toddlers دايما بيتحط جنبهم capital G, capital letter G. G1 is the regurgitation, G2 is the rumination. يا رب ما لغبطش G3 is the cyclic vomiting G4 is the colic G5 functional diarrhea G6 dyscasia and G7 constipation مش مهم طبعا اللي أنا بقوله ده خالص هم في الآخر سبع مشاكل functional أهمهم وأشهرهم على الإطلاق are these three the infant regurgitation colic and constipation
وعلى فكرة مش بس في الدول الأجنبية أو الأوروبية، حتى في الدول الأفريقية اللي كانت الاستادي دي من ضمنها في 2019 من ضمنها ثلاث دول عربية، تونس والجزائر والمغرب، برضو كانت بديسكرايب the prevalence and the characteristic of functional GIT disorders for infants، والثلاثة دول كانوا on top. لكن الاستادي دي قالت لنا حاجة مهمة جدا، ودي برضو معلومة كانت معروفة من studies قبل، إن the rule in functional GIT disorders in early life is combination. يعني إيه؟ يعني نادرا ما بيكون في عيان بس عنده colic أو بس عنده regurgitation أو constipation. لا، 53% of children and infants have a combination of symptoms. طب إيه هم combination؟ colic, regurgitation, colic, constipation and bloating, colic, constipation and regurgitation. يعني حتى when we go into combination, we are still talking about these three as the main combined symptoms. مش دول هم أهم حاجة، أو مش دول هم أكتر حاجة بنشوفها. الحقيقة أن أكتر حاجة بنشوفها حاجة بنقول عليها functional GIT related symptoms. يعني إيه؟ لو فكرتكم شوية بالروم كريتيريا للفانكشنال جي اي تي ديسوردرز، فإحنا كل مشكلة من دول ليها كريتيريا معينة أساساً بيست على الهيستوري اند اكزامينيشن. ساعات بيبقى عندنا كاتيجوري، يعني مثلاً ريجيرجيتيشن لو كريتيريا، الكوليك لو كريتيريا، الكونستيبيشن لو كريتيريا، ودايماً بنقول إن العيان هي شود فولفيل ذس كريتيريا. طيب وات إف العيان شبه الكريتيريا دي بس مش حالف عليها، يعني هي از نوت فولي fitting into this criteria. ده اللي بنقول عليهم functional GIT related symptoms. The functional GIT related symptoms الحقيقة are more annoying and are more common than the functional GIT disorders. يعني العيان اللي جايب heart stool straining بس ما عندوش delay، اللي جايب crying with sleeping problems بس ما فيهوش pattern بتاع infant colic، sudden onset و offset والكلام ده، اللي spitting و feeding issues بس مش قادرين أفتهم في ال criteria of regurgitation. So the functional GIT related symptoms are by far more common than the defined GIT functional GIT disorders. Does functional GIT disorders or do functional GIT disorders have an impact on the infant and family? طبعا ال parental anxiety scores 30% من ال parents عندهم high anxiety level، وكل ما ال quality of life of the infant قلت 25% تقريبا، يعني ممكن يبقى عندهم low quality or poor quality of life، كل ما ال infant quality of life بقت مش كويسة، كل ما ال parents anxiety زادت، وبنلاقي نفسنا الدكتور والطفل والعائلة دخلوا in a vicious circle of بالستريس كلنا. طيب the burden of the disease in the study دي في the British Medical Journal cost associated with functional GIT disorders and related symptoms and signs، دول اللي بقول لكم عليهم related disorders systematic review. بصوا الرقم ده، the study دي British study estimated cost 72 million sterling pounds سنة 2014-2015. الحقيقة رقم خرافي جدا، يعني أنا معرفش لو عملنا study زي كده دلوقتي وفي مصر ممكن الأرقام توصل لحد فين. كانت الكوست involved مش بس الدايركت كوست إن الأهل بيروحوا المستشفى أو بيروحوا زيارات دكتور أو بيروحوا حتى الإمرجنسي روم، لا، التريتمنت اللي اتوصف لهم سواء كان needed أو غالبا مش needed، الكوست of formula change دي الحاجات اللي هنتطرق لها كمان شوية، لو الطفل مش بيرضى طبيعي قد إيه غير فورمولا، وكانت was looking at other indirect costs. يعني أهل الولد ده الأم ما قدرتش ترجع الشغل بتاعها، بياخدوا أجازات من الشغل عشان يقعدوا مع البيبي اللي مش بينام ويتناوبوا السهر عليه، أو بيجيبوا حد يساعدهم من البيت، أو بيطلبوا أكل من بره. يعني الحقيقة الستادي دي كانت مش عايز أقول عليها very practical، بس يعني إنسانية جدا، بتتطرق إلى كل المآسي بتاعت functional GIT disorders أكتر من إنه مجرد طفل بيعيط أو طفل بيقشط زيادة. So to sum up this part, عايزة أأكد على حضراتكم إن functional GIT disorders are common, بس what is more common is the functional GIT related symptoms اللي إحنا مستنيين العيان يلبس في كريتيريا، لو ما حطنهوش exactly في كريتيريا فهو بالنسبة لنا عيان مزعج وخلاص. Combination in functional GIT disorders is the rule، وهتفضل دايما ال combination هي ما بين أشهر ثلاثة، the regurgitation, the colic and the constipation. It definitely affects the functioning and the quality of life of child and family. And may I add the doctor، يعني انت كدكتور بتتابع اولاد عندهم functional disorders، صدقني بتبقى distressed. So early diagnosis is important for a better outcome لينا كلنا، هقول لكم ليه. طب what are the challenges that we usually face in early diagnosis أو to early diagnosis؟
أول حاجة إن إحنا نبقى aware of the diagnostic criteria. يعني أنا أتمنى أنا عمالة أستريس aware of the diagnostic criteria و very soon لو لينا عمر هيبقى عندنا another criteria. بس يعني we still have to be aware of the diagnostic criteria أو في بالنا، مش لازم نحفظها عشان إحنا مش أكاديميك يعني قوي، بس يعني محتاجين نبقى aware of the diagnostic criteria. أهم من awareness of the diagnostic criteria محتاجين نبقى عندنا the ability to recognize the red flags or the alarm symptoms and signs. واحدة تانية من challenges to early diagnosis is the parents and peer pressure. إن دايماً الضغط الأهل أو ضغط حتى زمايلك، يعني وانت قاعد في الشغل طب يقول عليه functional ولا أقول عليه عنده مشكلة، لو ما قلتش عليه functional حد تاني هيقول إن هو organic. عارفين this kind of peer pressure؟ pressure على إيه؟ pressure إن انت to diagnose an organic thing. ان انت تقول لها ان عنده disease، مش ان انت تقول لها ان دي حاجة functional وان هو he will grow out of it وان هو it's a completely benign. So this pressure to reach or to conclude an organic diagnosis ممكن يبقى من اسباب ان احنا نعمل far reaching intervention في عيانين probably they do not need any. وطبعا ال unneeded investigation والmedications these are again challenges. وهقول لكم challenges ليه، لان قد كده ال investigations اللي احنا ممكن نلاقي نفسنا ماشيين في سكتها ممكن تبقى قد كده misleading وقد كده تخلينا رايحين في حتة تانية خالص في التفكير. This is my safety exit لعيانين، my safety exit plan للولاد اللي عندهم functional gastrointestinal disorders. When you meet a child with a functional disorder in early life اللي هم غالبا regurgitation colic و constipation، أنا دايما بقول عليهم الأطفال المنزعجين، your safety path is the 2R rule. What's the 2R rule? Recognition of the ROM and recognition of the red flags. If you are aware of these two, you got off your shoulders a good part of the management journey. مش يعني ما اقصدش ان احنا نحفظ ده، بس يعني the ROM 4 criteria للانفنت regurgitation للاطفال من 3 اسابيع ل 12 شهر، regurgitating more than 2 times for more than 3 weeks, no red flags. كنت قلت لكم تالي المرة فاتت كنت قلت لكم إن 3 weeks دي ليها مغزى، إن الريجيرجنج يبدأ من عمر 3 weeks مش من عمر 0 داي، ده كان ليها مغزى إنه يخلي لي المارجن دايما بتاع 0 to 3 weeks ده for the congenital anomalies. يعني لما يجي لي طفل بيرجع أو بيقشه زيادة أو مش مستريح في أول يوم من حياته أو أول أسبوع من حياته، قبل ما أقول عليه infant regurgitation I have to make sure that I'm not missing MR rotation and atresia somewhere. كده يعني infant colic infant healthy infant وده هنا healthy برضو هنا healthy less than 5 months old prolonged crying passing irritability من غير سبب and again no red flags functional constipation criteria في infants and toddlers is up to 4 years حاجتين من الخمسة دول less than 2 times per week history of stool retention hard parenchyma stool large diameter stool fecal mass in the rectum كل ده في الاولاد اللي مش toilet trained yet. يبقى دي اول R عندنا اللي هي to be able to recognize their own criteria. تاني R وفي رايي دي الاهم is to recognize the red flags. انا هنا ما حطيتش كل الريد فلاجز اللي مكتوبه في الدوكيومنت دي بتاعت الروم اللي هي by the way open access document لو عايزين تشوفوها اهي دي الريفرنس بتاعها open access you can freely download. اللي انا منوراه بالاحمر هي الحاجات اللي انا يعني اتصور ان احنا ما ينفعش ننساها، يعني ما ينفعش ننسى في اي حاجه the poultry growth and the GI bleed سواء من فوق او من تحت. حد بيقول لي حاجه حضرتك سريعه شويه؟ لا ما انا مش عايزه اطول عليكم يا محمد عشان ما تزهقوش. طب خلاص هبقى بطيئه جدا. طب عايزني اعيد حاجه ارجع حاجه؟ تحبوا أرجع حاجة؟ أنا عملتكم ميوت يا عيني فأنتوا بتتكلمون. حاضر أنا من now on I'll slow down. أوكي حاضر. Faltering growth and GI bleed أنا بحس إن دي حاجات ما ينفعش ننساها أو ما ينفعش نقول عليها في أي لحظة من اللحظات عادية. يمكن في الفانكشنال كونستيبيشن هزود عليها لو عندي history of delayed passage of meconium اللي هو لحد دلوقتي more than 48 hours. الأول كان 24 وبعدين 36 وبعدين بقى لنا فترات طويلة بنقول delayed passage هو اللي أكتر من 48 hours. ولو عايزين رأيي الشخصي عن تجاربي الشخصية المؤلمة إن unless you see the meconium by your eyes do not trust the answer to this question. لأن أنت دايما هتسأل الأم فالأم هتقولك أكيد عدى، لأن هي متصورة إنه لو ما عداش أكيد هيقولوا لها في المستشفى وهي مش فاهمة
قيمة السؤال ده بالنسبة لك إيه أو أهميته بالنسبة لك إيه. فغالباً إجابة السؤال ده أنت بتسأله علشان لازم تسأله، بس يعني إيه لما يتقال لك عد ما تبقاش مصدق قوي. يعني لو أنت مصدق إن الولد لا شكله ما عداش بس هي مش عارفة، صدق نفسك أكتر، لأن السؤال ده غالباً إجابته is very misleading، محدش بيبقى عارف. بعد كده بقى ممكن نزود حاجات تانية، يعني مثلا في الكوليك احب دايما ناخد بالنا من الفيفر، من يورينري تروبلز، دي من الحاجات المهمه جدا. في الـ في الـ في الانفنت ريجيتيشن، فيفر، ريتشنج كنت قلت لكم المره اللي فاتت، اللي هو الاحساس ان انا عايز ارجع بس ما برجعش، اللور ايسوفاجيال سفنكتر فاتحه لكن الابر قافله، اسبيريشن، ابنيا، ابنورمال بوشينج، كل الكلام ده ممكن نتكلم عليه بالتفصيل في الجاستري ايسوفاجيال ريفلكس ديزيز. اي عيان constipation مع persistent vomiting distension او perianal pathology، these are red flags. خدوا بالكم اللي انا كاتباه ده are some of the red flags. طب انا مش هقدر احفظهم كلهم، اوكي ممكن ما ننساش ال faltering growth وال GI bleed، يعني لو دايما حاطين في دماغنا الاثنين دول فاحنا we are not missing a lot of organic cases. اوكي طيب، common لكل الكريتيريا اللي في الروم سواء كانت regurgitation، colic، constipation، abdominal pain في الكبار، whatever common to all. دايما بتلاقي الستيتمنت المزعجة دي after appropriate medical evaluation symptoms cannot be attributed to other medical conditions الحقيقة tricky statement لأنها بتديك مساحة كبيرة للتفكير، هل medical evaluation ده المقصود به الهيستوري والexamination بس، ولا مقصود بيه كمان ان انا اعمل investigations، ولو هعمل investigations يا ترى الinvestigations تبقى selected ولا extensive investigations. هي الجملة كده كل واحد يفهمها زي ما هو عايز، بس الحقيقة لو احنا رجعنا للconcept of Rome في الاول ان انا الهدف منها ان انا to avoid unneeded investigations and treatment، فيبقى probably it depends more on the clinical judgment اللي هو اساسه recognition of the Rome and recognition of the red flags. كنت قلت لكم من كام سلايد فاتت ان التراب اللي بنقع فيها لما بنستارت انفستيجيتنج ا فانكشنال بيشنت او يعني ا بيشنت وذ فانكشنال بروبلم، التراب اللي كلنا بنقع فيها از انتربريتيشن اوف ذا انفستيجيشن. يعني قد ايه الانفستيجيشن اللي انا عملتها لو طلع فيها ريزلت اب نورمال، قد ايه الاب نورمال ريزلت دي از ا ريفلكشن اوف a pathology which is going on. هقول لكم أشهر examples كلنا بنقابلها في حياتنا. نعمل مثلا stool analysis فلاقي فيه على إنه simple investigation simple and non-invasive، ألاقي فيه undigested cell, fat globules, yeast-like cell, intermedia histolytic cyst، ألاقي فيه أي حاجات من طول الوقت بتطلع لنا في stool analysis. والمادر تقول لي يا دكتور ايوه ما انا بقول لحضرتك ان انا دايما بشوف الاكل في البامبرز مش مهضوم، اكيد في مشكله. كل الفايندينجز دي في الستول اناليسيس does not count. فات globules من غير quantitative assessment في الفات ل 72 hours اللي هي طبعا مستحيل تتعمل، ليس لها قيمه. yeast like cells ليس لها قيمه without culture. intermedia histolytic cyst definitely does not mean anything and does not explain a pathology. فيعني فالستول اناليسيس ده does not tell you anything. طيب fecal occult blood اللي هو طبعا البوس الكبير اللي انا رايي ان هو خلاص يعني طوارى وبقى في اسود تانية ظهرت في المعركه، هقولها لكم بعد شويه. يعني يا ريتنا كنا وقفنا على الفيكال اوكل بلاد بوزيتيف. والله لو العيان ات ميكس سنس ان العيان يطلع فيكال اوكل بلاد بتاعه بوزيتيف، يعني الاقي عيان شكله بيل او انا مش مستريح ليه، وبعدين اعمل الفيكال اوكل بلاد بالكونسيدريشنز بتاعته والريستريكشنز بتاعته فيطلع بوزيتيف، ديفينتلي اي نيد تو كونسيدر. لكن طفل عادي كده معدي من جنبي فانا رحت قلت لها مع الستول اناليسز اعملي فيكال اوكل بلاد فطلع بوزيتيف، دايما خليك عارف ان تلت الاولاد اللي بيعملوا فيكال اوكل بلاد without relevance يعني ما عندهمش symptoms في الجي اي تي تلتهم ممكن يطلع بوزيتيف without any clinical significance. فلما تكون طالب الفيكال اوكل بلاد لازم تكون متاكد how will this impact your decision for management علشان ما نتلخبطش كلنا. stool reducing sugar ما افتكرش ان في معمل في مصر بيطلع الستول reducing sugar غير كده، يطلعها positive، اتنين positive، تلاتة positive، او ما يعملش plus signs خالص ويكتب عليها positive وخلاص. this is not a result of stool reducing sugar. مبدئيا stool reducing sugar ويعني stool pH خليني اقول عليهم كده على بعض لان دول من التحليل اللي بتطلب على طول وبيتشخص على اساسهم مشاكل كبيرة على رأسها الallergies. طبعا الستول reducing sugars
reflect A, it reflect carbohydrate malabsorption. Okay, it does not reflect allergy at all. The number one. Number two, وحتى الaccuracy by which the stool reducing sugar reflect carbohydrate malabsorption is not that high. The sensitivity and specificity is not that high. Limitation قوي جدا من stool reducing sugar إنها لازم عشان تتعامل يعني it should be assessed على fluid part of the stool. Okay, إحنا بقى هنجيب fluid part of the stool إزاي؟ في البيبي الصغير اللي لابس دايبر الاول ما بيعمل الستول الفلويد بارت بيبقى ادورت في الدايبر وكل الدايبرز يعني اسمها ايه بتعلي على بعضها في قد ايه الابزوربشن كاباسيتي اوف ذا فلويد بارت بتاعها كبير. طيب حد هيقول لي طب انا هقلب البامبرز وهلبسه له على ظهره يو لوست موست اوف ذا فلويد بارت، لكن لو عرفت تجمع ذا فلويد بارت اوف ذا ستول لما المعمل يبعت لك النتيجه ما ينفعش يبعتها لك كده. النتيجه المفروض تبقى قد ايه جرام ستول جرام شوجر بير ستول بير ستول ماس اكزامند، والرقم السيجنيفيكانت عندنا ان انا يبقى عندي كاربوهيدرات مال ابزوربشن از مور ذان 0.25 جرامز. فلو ده مش حاصل يعني انا ما شفتش في حياتي ريبورت في مصر بتطلع، ما اعرفش بره بصراحه اي دونت نو، لكن ما شفتش في حياتي ريبورت في مصر بتطلع بالمعمل بجرام gram sugar per stool examined. فيبقى stool reducing sugar we can really ignore as an investigation. بقول لكم الفيكال اوكل بلاد توارى الى الخلف وظهر الوحش القوي اللي هو الفيكال كالبروتاكتين، ودلوقتي الناس كمان ابتدت تدوس شويه في اللاكتوبيرين كمان فيكال لاكتوبيرين. الفيكال كالبروتاكتين بيطلب في مواقف كتير جدا ليس لها داعي وبيطلع عالي ودي نقطة مختلفة، يعني بيطلع الرقم بتاعه عالي وبيعمل بانيك للأهل وبيعمل توتر للدكتور لأنه ما بيبقاش عارف يرد يقول إيه، ما هو لو رد قال مش مهم يبقى حضرتك طلبته ليه من الأول. فإتس فيري كريتيكال يعني الفيكال كالبروتاكتين كان يسوحك بالمعنى الأصح. فأنا هقول كلمة واحدة بس، you shouldn't do over interpretation of results regardless of the clinical context. يعني أنا مهتمش مثلا بفيكال اوكل بلاد بوزيتيف إلا في عيان أنا شاكك أصلا إن هو مثلا عنده هياتس هيرنيا أو إيروسيف إيسوفيجيتس and he looks very pale فعملت له فيكال اوكل بلاد فطلع بوزيتيف مثلا يعني، أو ما بصتش قوي على فيكال كالبروتاكتين حتى لو طلع رقم مش عالي قوي يعني رقم مثلا 150-200 إلا لو أنا أصلاً كنت شاكي العيان بتاعي inflammatory bowel disease. فأفويد over interpretation of results regardless of the clinical context لأنك هتلاقي نفسك اتسحبت كده في حتة بعيدة خالص ومش عارف ترجع منها بسهولة. So to sum up this part I would say we should recognize the room and always look for the red flags every time you see the patient and interpret the investigations if you need to do any of them in context of the clinical situation. What are the smart interventions اللي أنا عايزة أفوكس عليها النهاردة؟ يعني if you diagnose a patient with our child infant يعني with the functional GIT disorders واحد من الثلاثة اللي أنا I'm focusing on them today كل الـ evidence وكل الـ references بتقول إن parental reassurance and nutritional advice help to optimize the management. أنا بحب summarize the management of these functional disorders by the 5-step approach. إيه هي الـ 5-step approach؟ Number one is the 2R recognizing the room and the red flags. Number two, reassure and educate the parents and the family about the problem. Okay, Muhammad. هنقول لهم على الفيل ده بعد ما خلص. Recognize and reassure and reassure and educate. So this is step number two. Step number three, providing some nutritional solutions. سواء كان الطفل بيرضع طبيعي أو not privileged وبيضطر ياخد حاجة صناعي. Number four and five, وأنا قصدت أحطهم مع بعض لأنهم حقيقي ملهمش weight قوي في management of the functional GIT disorders. هم the use of medications and the use of other things. يعني ايه حاجات كده هوريها لكم كمان شويه حاجات كده شعبيه اكتر منها علميه يعني. So this is the 5-step approach. طب ال evidence او ال studies بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا الحقيقه ان when they conduct a very big research questionnaire the doctors اللي بيمانج infants and children with functional GIT disorders لقوا فعلا ان نسبه كبيره من management بتعتمد على ال parental reassurance وال advice on the lifestyle وال nutritional advice، لكن مازال أكثر من نص الدكاترة بيبقوا pressured أو مقتنعين إن they need to add some medications. And الرقم الأخطر على فكرة is a number اللي هو approaching 50% 43.8 in this study في 2020 that would advise repeated changes of infant formula. أنا ما بقيتش أخد
لما امهات يجوا لي العياده ويقولوا لي احنا غير، بقول لها مثلا بترضع طبيعي؟ لا، بتاخد لبن صناعي. بتاخد ايه؟ بتروح الام واخده نفس طويل كده وتقول لي احنا غيرنا. ماي بيست ريكورد، وانا مش بهزر والله، ماي بيست ريكورد اللي سمعته، بنوته كان عندها شهر ونص، والام لما جات لي قالت لي احنا غيرنا 13 نوع لبن. and she was very true. 13 نوع لبن. فthis is الاخطر، the changes in infant formula اللي ملهاش سبب. طب ايه المديكيشنز as per the study؟ ايه المديكيشنز الاشهر اللي الدكاتره بيوصفوها في الاولاد اللي عندهم functional GI؟ anti flatulens or anti spasmodics, laxatives for management of constipating infants, prokinetics for infant regurgitation. يعني انا احب اصدق البيبر دي اللي بتقول البي بي اي 3.6 بس في الانفنت ريجيتيشن، لان في بيبرز ثانيه بتقول ارقام اعلى من كده بكتير. الانتاسيدز او اذرز بقى، اللي هي دكتور مصطفى له جمله كده في الاذرز يقول اللي هي شربت محمود، اللي هو يعني اي حاجه وبتعالج كل حاجه. اذرز دي ما مش فاهمه يعني ايه. هيربل نقول عليه هيربل ميديسنز. طيب هنا انا حطيت 1 و 2 مع بعض، اللي هو ريكوجنيشن اوف ذا روم اند ذا ريد فلاجز اند ريأشورنس ار ار ار. You need to spend time. You need to spend time with the parents أو the caregivers اللي مقابلك في العيادة علشان تشرح لها، تشرح لها البروبلم اللي حصلة بتحصل ليه. You need to acknowledge the stress and the fears and the concerns. دايما الأب والأم بالذات لو سنهم صغير دايما حاسين، أو لو سنهم كبير على فكرة دايما حاسين إن في حاجة they're missing، أو في حاجة they're doing wrong، أو أكيد في كارثة بس إحنا مش عارفينها. يعني ال stress اللي على parents بيبقى عنيف إلى هذه الدرجة. The third dimension دي حاجة أنا بحبها قوي، ولما بقدر يعني لما ربنا بيكرم يعني وبعرف أوصلها في الحالات ببقى مبسوطة جدا. The third dimension هي الحاجة الأخطر اللي هم ما قالولها لك شيء. يعني مثلا الأم جاية بإنفنت بيعيط كوليكي بطريقة مزعجة جدا، بس أنت بتكشف عليه بتلاقيه إنفنت كوليك عادي، يعني في أوحش من كده بكتير. وبعدين when you spend time addressing her fears تكتشف مثلا إن حماتها sorry يعني في situation إن حماتها كل يوم بتبيتها معيطة لأنها بتقول لها أنت إزاي مش عارفة تسكتي الولد، وأنا ابني مش عارف يروح شغله ومش عارف ينام، إحنا كلنا ربنا عيال، ما هم العيال كلها بتعيط. This is the main stress على المادر مش الطفل اللي بيعيط. Take care. أو مثلا another mother اللي stress بتاعها إن الولد بيقشط طول الوقت مثلا، وإنها وهي she's an advocate of breastfeeding ومش عايزة ترضع صناعي، عايزة ترضع طبيعي، وهي فاهمة جدا البنفيتس of breastfeeding، وكل الناس حواليها pressuring her إنها ترضع الولد صناعي لأنه هو كده بيقشط كل اللبن اللي بياخده منها وهي كده بتأذيه. This is the third dimension. If you don't اسمها إيه يعني address this third dimension، التراست السيركل اوف تراست او التراست بوند اللي انت محتاج تخليها مع العيان بتاعك او مع اسرته مش هتبقى as strong as it should be. فدايما لما الواحد يعني بيقدر يوصل للثيرد دايمنشن بياخد اول نفس الحمد لله خلاص عرفت السبب. So this is an important thing. قبل ما اتكلم عن nutritional interventions مش محتاجة طبعا أقول إن the gold standard دايما is the breast milk, and the breast milk is not one miracle, is many miracles together. وأي manipulation في الفورمولا أو حتى أي development في الـ industry بتاعت الـ artificial formula كلها الهدف منها إنها تقربها as much as we can للـ breast milk. وأنا I don't think إنها هتقرب، يعني هي محاولات وخلاص. Okay, nutritional manipulation for functional GIT disorders addressing two main parts. The milk composition, how to manipulate the milk composition and change it. The milk composition also be three very big components of the milk, the carbohydrates, the proteins, and the fat blend. وتاني حاجة، حاجة بقول عليها the biotic bomb. Biotics is a standing science طبعا طبعا من اول prebiotics pro and postbiotics حتى دلوقتي الناس بتتكلم عنها. وعلى فكرة كل الفورمولا دلوقتي أغلبها يعني كل الفورميلا يا إما فيها pre يا إما فيها pro يا إما فيها post يا إما التلاتة على بعض. أي nutritional manipulation بيتعمل في الأولاد artificially fed، في حاجات ممكن نعملها طبعا في breast fed بس من غير ما نغير حاجة أكيد في breast milk، لكن أي nutritional manipulation بتتعمل في الفورميلا بتبقى under a big umbrella. عارفين الفورميلا اللي دايما نسمع يتقال عليها comfort formula، فدايما الفورمولا اللي بيتقال عليها comfort formula هي الامبريلا الكبيره لاي فورمولا
عملت اي تغيير في الحاجات دي، عملت تغيير في الكارب في البروتين في الفات، او عملت اديشن لاي من البيوتكس فاميلي، فراحت مسميه نفسها اي ام ا كومفورت فورمولا بغض النظر عن اسامي الشركات المختلفه. طب how effective are nutritional intervention in managing second to reassurance and education in managing functional GIT disorders? Very effective. خدوا بالكم الالوان المختلفه دي، الالوان المختلفه فيزيت 1 وفيزيت 2. فيزيت 2 هي اللي لونها فاتح. خلينا نبص فوق في combination of symptoms. انتوا متخيلين الناس اللي كان عندهم combination of symptoms اللي هم زي ما اتفقنا هم الاشهر دايما في الفانكشنال، بعد النيوتريشنال انترفنشن كان في significant improvement في كل السكورز والquality of life والparent anxiety بعد simple nutritional intervention، وعشان كده انا دايما بقول عليها smart solutions because it's easy and not costly. هفكركم بسرعة بالبيوتكس فاميلي لأن هي دي ليها قاعدة تانية خالص مختلفة. البيوتكس فاميلي كنا زمان فاكرين إسبري إن برو، لكن قريب أو مش من قريب قوي يعني اضاف عليهم the symbiotics and the postbiotics. البريبيوتكس هو الأكل، هو the lunch box اللي بأكل بيه the good bacteria in my gut. So they are non-digestible carbohydrates which are used by the live bacteria, by the bacteria in the gut علشان for better nutrition يعني. في breast milk are the human milk oligosaccharides ودول كتير جدا، وفي منهم دلوقتي added لكذا فورميلا، أو من زمان خالص كان short chain gas long chain fos. These are oligosaccharides برضو artificial that are synthesized يعني I mean that provide a good lunchbox for the bacteria in the gut which is the probiotics. ثالث حاجة 1+2 prebiotics and probiotics عملوا حاجة اسمها symbiotics. And then the postbiotics اللي هو الترم اللي الناس ابتدت تتكلم عنه من سنة 89. These are products produced by the bacteria, products produced by the probiotics during fermentation or heating process or metabolism. ممكن تبقى components of the bacteria, cell components, cell wall, polysaccharides, amino acids, carbohydrates, short chain fatty acid, vitamins. يعني ممكن تبقى حاجات كتير جدا produced by bacteria by different processes على رأسها fermentation. طب ايه دور الحاجات دي في الامراض الفانكشنال اللي احنا قلنا عليها؟ When you see an infant with colic, you have to verify the 2R, الروم والريد flags. If in doubt, refer. خلاص لقيتوا ما عندوش اي حاجة من كده. So your second step is to educate and reassure and recognize emergency setting. What is the emergency setting in cases of colic? يعني ايه اللي يخلي colic emergency؟ اللي يخلي colic emergency ان المادرز تبقى depressed. المادرز تبقى depressed وتبقى frustrated وتبقى حاسة انها بتأذي الchild. في reports بتقول ان maternal depressive symptoms في الاولاد اللي عندهم colic their mothers يعني ممكن توصل ل 45%، وخطورة ده طبعا is the shaking baby syndrome أو child abuse اللي ممكن يخلي الكوليك وهو benign condition an emergency setting. In nutritional intervention زي ما كنت بقول لحضراتكم الكمفورت فورمولا، سواء احنا addressing الكربوهيدرات وأشهر addressment اسمها ايه؟ أشهر manipulation بتحصل في الكربوهيدرات هي reducing the lactose content in the formula. أي formula lactose content فيها بيبقى 7 grams per 100 milliliter. Reducing the lactose content في أنواع معينة down to 3 or 4 grams per 100 milliliter. لأن في theories بتقول إن الانفنت colic ممكن يبقى related ل delayed maturation للactase enzyme. فكل ما اديت فده بيعمل fermentation أعلى. كل ما اديت أو you reduce the lactose load كل ما ده خلى ال digestion والcomfort أحسن. تاني حاجة في البروتين is addressing the whey casein ratio. إيه addressing the whey casein ratio؟ إحنا دايما we refer للway as the fast protein. يعني الway protein هو ال easy digested، هو ال low rapid gastric emptying. كل ما الفورميلا كانت فيها high ratio of the whey in comparison للكازين كل ما كانت referred to أكتر as comfort formula. في أنواع في الأسواق up to 70% whey, 70-30, 70 whey with 30% كازين. الكازين هو اللي دايما بيعمل this curd في الميلك، فعشان كده كل ما كان الواي بيرسنت اعلى كل ما كانت الفورمولا easy digested لانها هتسيب المعده بدري، مش هتقعد في المعده كتير inviting less regurgitation which is a very common functional disorder. Another manipulation ممكن تحصل للبروتين غير الواي كازين ratio is the hydrolysis of the protein. هل هو whole protein ولا متكسر؟
كل ما كان البروتين هول كل ما كان أصعب في الدايجيشن، وكل ما كانت الريسك اوف الرجي للولاد الالرجيك أعلى طبعا، أوكي أو البريديسبوز. فكل ما كسر البروتين partially hydrolyzed أخلي ال chains of the amino acid أو peptides shorter chains، كل ما ده كان easily digested. وأغلب الفورميلا اللي بتقول على نفسها HA أو بتكتب HA دي كلها فورميلا البروتين فيها partially hydrolyzed. عشان كده these are not formula for allergy، ده موضوع مختلف خالص. The formula for allergy are either extensively hydrolyzed يعني very very short polypeptides أو amino acid يعني ما فيهاش polypeptide خالص. لكن اللي يهمني هنا in addressing the infant comfort إن كل ما كان البروتين short amino short polypeptide chain كل ما كانت easy في digestion بتاعها فيساعد أكتر في الجوت كومفورت. البيتا بالميتات أو الفاد لاند هقوله في السلايد بتاعت الكونستيبيشن. البيوتكس فاميلي سواء البريبيوتكس الجوس والفوس أو حتى الـ HMOs دلوقتي. بروبيوتكس الأدد للفورميلا أسميهم مش كتير يعني الـ روتري بيفيدوبكتيريوم لاكتس بي 12 أو بيفيدوبكتيريوم جريفي أم 16 في، هم دول أشهر بروبيوتكس أدد على الفورميلا. والبوست بايوتكس هل احنا عندنا فورميلا في السوق فيها بوست بايوتكس؟ اه طبعا، وبيتقال عليها فرمنتد انفنت فورميلا. والبوست بايوتكس بتتعمل ازاي؟ بيجيبوا الفورميلا وان بريبريشن يعني بيبقى فيها سيرتن سترينز اوف بروبايوتكس بيحصل لها فرمنتيشن وهيتنج بطريقه معينه فبيطلع منها باي برودكتس. الباي برودكتس دي هي اللي اسمها لاكتافيدس مثلا وبيتقال عليها فرمنتد انفنت فورمولا. سو ذا بوست بايوتيك از ا بريبريشن فروم ذا بروبايوتكس. الكونسبت بتاع البوست بايوتكس مبهر جدا بيكوز اف يو كان بنفيت فروم بكتيريا ويتش از ليفينج سو ديفينتلي اند اتس سيف تو اد تو ذا فورمولا سو ديفينتلي يو كان بنفيت او جيت نو هارم فروم ادينج باي برودكتس اوف ميتابوليزم اوف فرمنتيشن of these bacteria to the formula as well. ودي من الحاجات الجديدة قوي الموجودة في كذا formula في السوق addition of postbiotics. طب هل dietary treatment ده له effect على colic؟ الحقيقة اه. الفورميلا اللي فيها low lactose يعني you dropped the lactose من 7 grams per 100 ml down to 3 the crying will flatulence decrease in 85%, the feeding pattern improved, وفي subjective evidence, في objective evidence, يعني إيه؟ يعني لما العيال دول عملوا لهم hydrogen breath test, اللي هو reflection of fermentation العالي اللي حاصل, لقى إنه when you use a formula which is low in lactose, the fermentation بيقل, والhydrogen which is excreted أو measured in the expired air بيقل من 35 parts per million ل 10 parts per million, and this is significant. طب لو الطفل بيرضع طبيعي ممكن اعمل ايه؟ You can now in the market in Egypt we have lactase enzyme drops so you can add the lactase enzyme drops directly into the infant's mouth before nursing before breast milk يعني before feeding I mean. بصوا دي بقى استدي مختلفة في 2021 هو بس ما استعملش فورميلا فيها low lactose لا هو استخدم فورميلا ليها low lactose حط عليها partially hydrolyzed protein يعني كسر البروتين الى short polypeptide وزود probiotics اللي هو lactobacillus rotary DSM6 اللي هو أشهر واحد فيهم 79 وقال إن أنا لما عملت الثلاثة interventions دول قللوا crying time by 41 minutes بغض النظر إحنا حسينا إنه 41 أو almost 42 minutes ده رقم كبير أو مش كبير بس لو المother is distressed فده يعتبر رقم كبير. يعني معلش أنا حاسة السلايد دي ما كانش مكانها هنا بس كنت بقول لكم الديفينيشن بتاع البوستبيوتكس يعني إيه. It is the byproducts of the microorganism or their components that confer health benefit on the host. Effective postbiotic ممكن يبقوا inactivated microbial cells ممكن يبقوا components or metabolized fermentation زي the one which are added to the infant formula. حاجة interesting شوية على ال food fermentation history. The food fermentation history as old as the pharaohs يعني من زمان قوي بيتهيألي احنا الفراعنه او المصريين القدماء اكتر ناس خمروا كل الاكلات اللي في الحياه خمروا الجبنه وخمروا الاسماك وخمروا كل حاجه في الدنيا والزبادي بس الزبادي مش معروف قوي في الفراعنه الزبادي اكتر في الصحراء يعني في العرب وفي العصر اللي شوية حديث اللي بعد المرحلة دي كانت الأوروبيين أول ما لفت نظرهم للفيرمنتيشن اوف فود وأهميته على الصحة العامة كانوا الشعوب بتاعت شرق أوروبا إنهم لقوهم بيعيشوا سنين طويلة جدا أكتر من الأعمار المتعارف فيها في السن ده
فابتدوا يدرسوا الدايت بتاعهم وسموه في وقت من الأوقات The Bulgarian Diet. ولما درسوا الدايت ده اكتشفوا إن أساس الدايت ده is a fermented food، ومن هنا جاء الـ health benefit of fermentation of food أو الـ postbiotics بقى لو هقول عليها دلوقتي. الـ health benefits of postbiotics زي ما قلت لكم ممكن تبقى microbial metabolized enzymes, polysaccharides, organic acids, short chain fatty acid أو whatever، أو حتى microbial components زي cell surface polysaccharides or proteins ليها local effect على الـ GIT barrier immune modulatory, anti-inflammatory, antimicrobial، وليها effect systemic بعد كده لما تبقى absorbed antioxidant effect and anti-proliferative وحاجات تانية كتير. So the postbiotic is the new hype. يعني لو احنا قعدنا فترة من حياتنا ما بنتكلمش غير على probiotics، فthe new hype أو new trend is the postbiotics. And they're not the same. احنا دايما بنقول ان probiotics are not the same، كل بكتيريا بتعمل effect في الجسم غير التاني، with the same applies for postbiotic، كل بكتيريا بتطلع products معينة كل واحدة فيهم ليها health benefit مختلف عن التاني. طب are postbiotics safe to add in infant formula؟ سؤال غريب جدا. If you can add the whole living bacteria للإنفنت فورمولا وتسميه probiotics and it is safe, so definitely byproducts of bacterial metabolism are safe. Safe and well tolerated. And this is a review article, systemic review, 2022 June 2022 في JPGM. طب هل addition of postbiotic as a new trend في nutrition would influence the GIT symptoms of discomfort in infants and toddlers? Yes. لو بصينا للون الفاتح كل الـ GIT symptoms are improved in infants using fermented formula. ده نفس الكلام الإفكت بتاعها على الكوليك، إنها significantly reduce the crying time and the incidence of colic and it has a consistent stool softening effect، وده بيخليها مفيدة برضو في الولاد اللي عندهم constipation. لو فاكرين الـ 5-step approach، number 1 is the 2R، number 3 is reassure and educate، number 3 is the nutritional intervention, and number 4 are the others. The others اللي هم ايه؟ the 5 S's. Sucking، ان ادي الطفل حاجة يرضع فيها او يمص فيها، pacifier او whatever. Swinging، المرجحة الخفيفة. Swaddling اللي هو التقميط. Shushing او الwhite noise، ان انا اعمل صوت الflow في uterine artery، او ان انا نيمه side أو stomach position، الوضع اللي دايما الأبهات يدخلوا شايلين العيال على إيدهم كده. These are the 5 S's in managing infant colic. Pharmacological therapy أو medications، insufficient evidence لأي medicine في use of infant colic، لكن there is a clear evidence on not to use proton pump inhibitors in an infant who is colicky or distressed with no other manifestation suggestive of reflux disease. In infant regurgitation برضو هيبقى نفس الpathway. Number one is to verify the rheum and the red flags, and if you're not sure repair. لكن لو if you're sure يعني if you're sure that it's an infant regurgitation you proceed into the nutritional intervention. The feeding adjustment، الطفل يرضع كميات صغيرة frequent. The feeding technique، ان انا ما دخلش هواء في الباطل، او لو بيرضع طبيعي اعلم الام positions معينة تقلل reflux زي saddle position او غيره، او الكوالا position. Addition of thickeners، يعني we don't thicken breast milk طبعا، لكن we can use formula، AR formula تحديدا، علشان بس ما نشوفش regurgitation وما ننزعجش يعني. Okay، طب should we consider cow milk protein allergy في الأولاد، سواء الكوليكي extreme colicky أو الأولاد الـ infant regurgitation اللي احنا حاسين ان هم not responding well؟ Okay, definitely. You can try a timed elimination trial for 2 to 4 weeks. لو mother بترضع طبيعي، المother اللي هتمنع أو تغير extensively hydrolyzed أو amino acid formula. لو العيان متحسن elimination, you should re-challenge and follow up. لو مش متحسن abort and refer. يعني ما فيش حد ينسى العيان على diagnostic elimination trial. The probiotics، هل ليها دور in preventing and treating infant regurgitation؟ January 2022، yes they do. البروبيوتكس اللي استوديت في الارتكل ده تحديدا كانت طبعا الروتري والبيفيدوبكتيريوم لاكتس بي 12، significant decrease in regurgitation episode and significant improvement أو increase in the stooling pattern. ليه؟ لأن البروبيوتكس بتحسن الجاستريك emptying وبتقلل السنسيتيفيتي، فده من الحاجات اللي بتحسن الريفلوكس.
طب البوستبيوتكس ليها دور في الانفنت ريجيتيشن اللي هي الفريمنتد فورمولا ديفينتلي they decrease the frequency and severity ليه again because they induce a rapid gastric emptying effect. طب others في الانفنت ريجيتيشن positioning اساسا مش هتكلم في البوزيشنينج كتير اكيد ده هيبقى ليه مكان تاني واحنا بنتكلم على الريجرج والريفلوكس ديزيز لكن هنفضل دايما نقول ان السوباين بوزيشن اللي هو الباك تو سليب هيفضل هو البست بوزيشن عشان تو افويد سادن انفنت ديث نوت تو مانج ريجرجيتيشن. طب از ذير ا رول فور بروتون بامب انهيبيتور ان مانجينج انفنت ريجرجيتيشن يعني جاستريك اسوفاجيال ريفلوكس وداوت ديزيز؟ لا لا. Prescribing PPIs in infant with regurgitation is an addiction hard to break. ده عنوان الارتيكل في European Journal of Pediatric 2020. Addiction hard to break. It is an addiction. You shouldn't prescribe PPI if you diagnose the infant with gastroesophageal reflux. If there is no troublesome symptoms and signs, and you're not diagnosing a reflux disease, no role of PPI whatsoever. Functional constipation هما نفس الخمسة steps. Number one, the two R. هو زي الروم وما عندوش red flag, well and good. Number two, educate and reassure and acknowledge the difference. يعني إيه acknowledge the difference؟ يعني هما مش كل العيال ماشيين زي الكتاب. في ولاد بيعملوا بالذات البريستفيد ممكن يعمل عدد مرات كتير جدا في اليوم up to 6-7 times كلهم كميات صغيرة أو ممكن يعمل مرة كل سبعة أيام دي اسمها rule of seven. One in seven أو seven in one. الفورمولا فاد غالبا you will not consider him constipating إلا لو he's defecating less than two times per week. طب إيه هما nutrition intervention formula partially hydrolyzed اللي هي فيها short polypeptide. If you think of cow milk allergy as a cause of the infant constipation, you should consider a time trial of extensively hydrolyzed or amino acid or maternal elimination for 2 to 4 weeks. خلينا نتكلم على fat bland حالا. هل البروبيوتكس ليها دور في الكونستيبيشن؟ ملهاش دور واضح. كلها ستاديز مش كلير قوي الافيدنس فيها مش زي الريجرجيتيشن والكوليك. طب البوستبيوتكس؟ لا بقى البوستبيوتكس الحقيقه they improve the stool texture يعني they encourage يعني they enhance more soft stool. فحقيقه addition the postbiotics to the formula it might يعني benefit in this context of soft stool. طب what about the fat blend اللي كل الناس بتتكلم عليه دلوقتي؟ الفات is a major source طبعا of energy سواء في الأولاد اللي بترضع طبيعي أو اللي بترضع صناعي. الفورمولا كلها الفات اللي فيها vegetable fat يعني ما هيجيبوا فات منين؟ خليني أتكلم على البالميتك أويل تحديدا. البالميتك أويل أو الفات بيمسك في الجليسترول باك بون في ثلاثة بوزيشنز عدوا معايا كده S1 S2 S3 في الفيجيتابل اويل في ستاندرد فورمولا الفات البالميتك اويل بيبقى ان بوزيشن 1 اند 3. طب ده يفرق معايا في ايه؟ يفرق معايا ان الدايجستيف انزيمز ذات دايجست ذا فات بتيجي تبريك اللينك عند 1 و 3 فيبقى عندي فري بالميتك اسيد. الفري بالميتك اسيد ده انا اي كانوت ابزورب ات فيحصل له ايه؟ يروح ماسك في الكالسيوم ويعمل حاجه اسمها انسوليبل كالسيوم سولز انسوليبل هارد كالسيوم سولز بتعمل كونستيبيشن. اوكي فالحقيقه عشان كده دايما الاولاد اللي بيرضعوا ارتفيشال دايما يتقال لا بس هو غالبا هيحصل له كونستيبيشن مش هو بيرضع صناعي. كونستيبيشن بالديفينيشن بتاعه بتاع الهارد ستولز بالسترينج الاكسسيف از فيري انيوجوال ان بريست فيد انفنت. طيب ليه ده مختلف على ده الفورمولا اللي اغلبها زمان يعني ليه ده مختلف على البريست ميلك؟ لو انا بقول البريست ميلك هو الستاندرد او الريفرنس بصوا البريست ميلك او مؤخرا الانفنت فورمولا اللي فيها حاجه اسمها بيتا بالميتات ده البليسترال باك بون بوزيشن 1 2 3. في البريست ميلك البالميتك اويل بيبقى محطوط دايما في بوزيشن نمبر 2 عشان كده بنقول عليه بيتا بالميتات او SN2 بيتا يعني هو position number 2 is بيتا. طيب الانزيمز digestive enzymes هتيجي تكسر البوند زي ما اتفقنا عند 1 وعند 3 فالبالميتك اويل هيفضل attached للجليسرول باك بون ويبقى absorbed وزي الفل ويفضل هنا الأوليك أسيد لوحده does not combine with the calcium salt فما عنديش الإفاكت بتاع الانسوليبل كالسيوم سولت فورميشن ولا الهارد ستول. فعشان كده من الحاجات اللي مش عايزه اقول جديده بس من الحاجات اللي قعدت الفورمولا دايما الفورمولا تقول لك اصل انا فيا
في الفورمولا دي بيتا بالميتات. يعني ايه بيتا بالميتات؟ يعني هو حط الفات بتاعه at position number 2 يحاول يشبه البريست ميلك علشان يحسن الايفكت بتاع الكونستيبيشن. هل ده الهيلث بنفيت الوحيده من البيتا بالميتات؟ الحقيقه لا، ده one of the health benefits to improve the stool consistency، لكن الحقيقه هي بتحسن الفاتي اسيد ابزوربشن، فبتحسن الانرجي انتيك، بتحسن الكالسيوم ابزوربشن، لان الكالسيوم ده لما بيمسك البالميتيك اويل وينزل في الستول الكالسيوم ممكن ما يبقاش اوبتمايز في الابزوربشن بتاعها. ليها انتي انفلاماتوري ايفكت، بوزيتيف ايفكت على الانتستينال مايكروبيوم، وبتقلل الكراين تايم، وبتحسن السليب، وبتمبروف الستول كونسيستنسي. Pharmacological therapy في الكونستيبيشن الحقيقة من الثلاث مشاكل دول، الكوليك، الريجرج، الكونستيبيشن، هو الوحيد اللي أسبر guidelines you can try osmotic or local laxatives. ودي طبعا ال reference guide بتاعنا دي نسبيجن أسبيجن criteria for managing constipation أو guidelines for managing constipation 2014. To sum up this part, the smart interventions, they do not have to be complex. مجرد يغير اللاكتوز كونسنتريشن، يكسر البروتين شويه، so they do not have to be complex. واهم حاجه they're not all or none، يعني ما فيش comfort formula موجوده فيها كل الحاجات دي مره واحده، هتلاقي bits and pieces of everyone and the effect is fine. Nutrition holds promising dynamic and cost effective solutions in managing functional GIT disorders and functioning GIT disorders related symptoms in early life. Thank you very much. بحب السلايد دي. In functional GIT disorders, time is always the friend. Infants will grow out of colic, will grow out of regurgitation, will grow out of constipation. Just give them time. Thank you very much. أنا خلصت. أنتوا لسه هنا ولا رحتوا فين؟ Okay. Thank you very much. Thank you, Hawib. نعم. ايه موضوع الفيل؟ اقول لكم ايه موضوع الفيل. انا دايما بحب اقول ان لما بنشوف عيانين مش جي اي بس، اي حاجه in general، you shouldn't miss the elephant in the room. يعني انت دايما بتبقى يعني pre-minded بdiagnosis في دماغك and you're missing the elephant in the room. يعني انت شايف في مصيبه داخله عليك من بعيد بس انت مش قادر تشوفها، وعمال مركز ان العيان ده هو reflux disease، امال هيبقى ايه، ويطلع مثلا malrotation او brain tumor او whatever. ليها مكان تاني، ممكن نتكلم مره ثانيه عن the elephant in the room دي. اهو بقى موضوع الفيل، اهو قلت على الفيل، اهو موضوع الفيل. انا بس مش عارفه دكتوره رضوى ودكتوره يسرى معانا ولا لا، علشان انا محتاجه اخلي رضوى host. رضوى نسيت ولا ايه؟ نسيت. يوكي هنا. اه يا دكتور انا موجوده بس. آه، أوكي. ايوه. لا موجوده بس بدخل باللابتوب احمد عشان اعرف اعمل ايه. عادي والله انا كنت هقول لو نسيت اي اندرستاند، ما كنتش هقول حاجه. لا ده انا موجوده، انا موجوده. طب ثواني يا رودي، ويسرى كمان حبيبتي موجوده اهي. انا اخليكي هوست. رضوى مش البرزنتيشن عندك انت، يعني اخليكي انت هوست عشان تقدري تعرضيها صح؟ بس ثانيه ثانيه. اه حضرتك. لا مش انا هدخل من لابتوب احمد. طب قولي لي احمد اسمه ايه؟ احمد عادي ولا حاجه ثانيه؟ احمد صياد. بس ثانيه واحده انا خليتك هوست اوريدي، ام نوت هوست اني مور، فانت اللي هتخلي احمد ال شير سكرين. محمد معانا. محمد إبراهيم، محمد اعمل نفسك مش عارف الحالة دي. أوكي تمام. هو يعني خليك متفاجئ زينا كلنا. ثانية معلش، بس شكلها حالتنا كده والله أعلم. نعم بقول شكلها هتبقى حالتنا والله أعلم. أيوة هي حالتكو دي حالة مميزة جدا يا دكتور محمد والله. اي هوب بس ان يبقى، يعني انا هعرف من رضوى دلوقتي الفولو اب شكله عامل ازاي. تمام دكتور معلش ثانيه عشان انا النت عندي بقى في مشكله. ثانيه واحده كنت مظبطه كل حاجه. اوكي عايز تبعتها لي يا رضوى؟ لو تحبي تبعتها لي انا ممكن افتحها من عندي. طب ماشي ممكن افتحها مع حضرتك. ابعتها لي على الواتساب دلوقتي وانا افتحها من عندي if you don't mind. ثانيه واحده.